السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا في واحد عليها قضاء يوم من رمضان، وخلال اليوم هذا أفطرت، فطر زوجها على هذا اليوم بجماع، يعني وش عليها؟ لا يعني كان اليوم في رمضان ولا قضاء رمضان؟ قضاء رمضان. أيوه. تعيد يوما فقط، ما عليها أي شيء ثاني؟ لا لا لا، يعني ولا كفارة ولا شيء؟ لا 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 لا، الحرمة متعلقة برمضان. إذا كانت المرأة أفطرت في رمضان يوما وأعدته في شوال أو في محرم أو في أي شهر، ففي أثناء هذا اليوم فطرها زوجها بجماع، تعد يوما فقط ولا تلزم بالشهرين المتتابعين، لأن الشهرين المتتابعين لحرمة رمضان. بارك الله فيك، الله يجزاك خير. وياكم.